الموضوع التاني النهارده حضراتكم، عنوان الموضوع اللي انا هتكلم فيه ده، ربنا ما يقطع لنا عاده. ربنا ايه ما يقطع لنا عاده ان شاء الله. يعني حضراتكم في الاكاديميه الوطنيه للتدريب تم الاعلان عن منتدى شباب العالم راجع تاني في الدوره او نسخته الرابعه. هيكون بإذن الله تعالى في شرم الشيخ بإذن الله تعالى من 10 يناير إلى 13 يناير 2022. كل سنة وحضراتكم طيبين. السنة الجاية بإذن الله تعالى، يعني اللي هو كمان شهرين، شهرين إلا يعني. منتدى شباب العالم ومنتدى الشباب اللي تم نسخته الأولى كانت في 2000 وحضراتكم 2017. وهذا المنتدى العظيم جدا اللي بيرمز لقد ايه القياده المصريه وقد ايه الدوله المصريه بعد ثوره 30/6/2013 قد ايه مهتميه بالشباب. ونموذج الخاص بمنتدى شباب العالم اللي دايما تحت رعايه فخامه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللي دايما بيحضر هذا المنتدى اذا كان منتدى المصري او المنتدى شباب مصر او منتدى شباب العالم، دايما بيحضر وما شاء الله بيبقى فيه لقاءات وحاجة جميلة جدا ومشرفة. وعدد الشباب اللي بيجي، يعني النسخة الأولانية، النسخة الثانية كانت أكتر من النسخة الأولانية لمنتدى شباب العالم، والنسخة الثالثة كانت أكتر من النسخة الأولى والثانية. عدد الشباب اللي بيشارك أكبر وأكتر، وعدد دول العالم كمان اللي بتشارك كل مدى بتزيد. معناها ان منتدى شباب العالم ده بقى حاجة عالمية. معناها ان حضراتكم الشباب بيسمع وبيشوف وبيشاهد هذا المنتدى وبيتابعه بشكل قوي. معناها ان صداه ابتدى يزيد ويبقى مفهوم لعدد كبير من المؤسسات الدولية زي من الأمم المتحدة بيشيدوا بيه، زي عدد من مؤسسات الدول العالم، وخصوصا ان بيبقى فيه توصيات بتطلع بعد المنتدى، اذا كان توصيات خاصة بالدولة المصرية والقيادة المصرية، أو توصيات خاصة بحضرتك الأمم المتحدة، أو توصيات خاصة بأي للعالم كله. وغالبا كده هذا المنتدى اللي هو منتدى شباب العالم نسخته الرابعة غالبا هيبقى فيه كلام كتير على موضوع المناخ والمشاكل الخاصة بالمناخ والتغير المناخي. فعدد كبير جدا من، إن شاء الله بإذن الله تعالى، أهلا وسهلا بكل شباب العالم في أرض السلام، أرض الأمن والأمان، أمن أمنيا وأمن صحيا من الناحية الصحية اللي هي وباء فيروس كورونا. والحمد لله السواحل الخاصة والمحافظات الخاصة بالسواحل عندنا الحمد لله تقريبا شبه ما فيش كورونا أو زيرو كورونا، وأكيد في إجراءات قوية جدا في الفترة اللي فاتت عشان انك انت يعني بسم الله ما شاء الله زياده السياحه عماله تزيد في مصر بشكل قوي بقالها كذا شهر. فاهلا وسهلا بحضراتكم في ارض جمهوريه مصر العربيه، اذا كان شعوب عربيه، اذا كان شعوب اسلاميه، اذا كان دول العالم، اوروبا، الاتحاد الاوروبي، امريكا، استراليا، اسيا، الصين، روسيا، اي دوله، كلكم اهلا وسهلا ب أرض على أرض مصر إن شاء الله. حضراتكم يعني زي ما أنا بقول كده، إيه، ربنا ما يقطع لنا عادة. ربنا إيه ما يقطع لنا عادة، وخاصة العادة اللي بتبقى يعني فيها شباب، لأنه حضراتكم يعني تلات أرباع سكان مصر كله شباب. تلات أرباع سكان مصر هم الشباب، والشباب هو الحاضر والمستقبل. الحاضر والمستقبل، وهم اللي لازم يكون في إعداد ليهم لأن هم يمسكوا جمهورية مصر العربية أو الجمهورية الجديدة اللي كلنا بنحلم بيها واللي احنا بنسعى إن احنا يعني نوصل لها ونعلن عنها بشكل قوي بإذن الله تعالى. دايما زي ما انا قلت، دايما بيبقى في فعاليات كثيرة بيحضرها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكالعادة بننتظر هذا المنتدى الرابع في شرم الشيخ عشان نقعد نسمع لآراء فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بنسمع لنماذج الشباب الناجح في كل دول العالم في كل المجالات،
ناخد خبرة ويبقى في تبادل معلومات وتبادل خبرات حاجة راقية. الجمهورية بتاعت جمهورية مصر العربية بقت يعني رجعت تاني راقية، مصر بقت راقية. راقية في كل المجالات، فيها رقي، ابتدينا يعني يبقى فيها رقي تاني. على فكرة رقي في الفن ابتدى يرجع، رقي حضرتكم في الأدب في الشارع، رقي حضرتك في التعليم، رقي في الصحة، رقي في كل حاجة، في المنتدى الشباب العالم. إن شاء الله خير. ونرجع برضو ربنا ما يقطع علينا عادة إن إحنا نشوف فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو بيركب الصبح بدري في شرم الشيخ الدراجة الهوائية والعجلة يعني، ويطوف ويبقى قدوة جميلة جدا للشباب، إذا كان الشباب المصري أو الشباب حضرتك يعني ضيوفنا اللي هيجوا من أي دولة في العالم، من جميع دول العالم يعني. ربنا ما يقطع علينا عادة، دي حاجة جميلة جدا وحاجة مشرفة يعني. طبعا حضراتكم معلومة صغيرة بس، إن ابتدى التسجيل من النهاردة. اللي عايز حضراتكم بيسمعني في أي دولة في العالم، اللي عايز يجي ويحضر ضيف عزيز على مصر بإذن الله تعالى ويحضر منتدى شباب العالم، حضراتكم يا شباب العالم كله، حضرتك ابتدى التسجيل من النهاردة، أو المصريين حتى من النهاردة ولمدة شهر. قدامك شهر يا ريس تبعت السي في بتاعك وشوف بقى يعني ايه الحاجات الخاصة بهذا الموضوع.